إنه الغضب، الغضب عادي يا سيد عاد. ما هذا، ما هذه مباراة الإنتر وإس ميلان؟ قمة الغضب والمتعة الجميلة والاحتكاكات نار نار يا حبيبي نار. هذه المباراة تألق كونتي البارحة، تألق بكل صراحة، حتى إس ميلان تألقت، ولكن هناك اختلاف بسيط سنتحدث عنه بين الإنتر وإس ميلان، هو الذي صنع الفارق لإنتر ميلان. شكرا الديربي الغضبي. غادي نبداو بحرف الالف. الالف هو عباره عن عمود طويل فوقه همزه. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هانين بخير، ناشطين فرحانين، كلشي زين، لاحظتكم كنتمنوا تشتركوا، اللي تتفرج يشترك معنا في القناه. شكرا بين نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. شكرا شكرا بزاف. كيف ما قلت لكم البارحة، ندمت لأنني لم أشاهد ديربي الغضب وتشاهدت الفضيحة والمسخرة التي حدثت في برشلونة وحدثت لبرشلونة. ما هذا الديربي يا أخي؟ هل الديربي الإيطالي عاد؟ عاد يا سادة ديربي الغضب منذ الثانية الأولى، والمتعة والاحتكاك والمنافسة والشراسة لماذا تألق كونتي؟ لماذا؟ لأنه أعطى كلمته للثنائي الذي دائما أقول لكم أنه ينقصهم فقط أن يتفاهموا، وهما لوتارو مارتينيز ولوكاكو. كانوا يلعبون المباراة الأولى غير متفاهمين، كل واحد منهم يريد أن يسجل، وكل واحد منهم يريد أن يثبت أنه المهاجم الأول وأنه نجم الفريق. ولكن البارحة في الديربي تفاهموا، لوتارو يريد أن يمرر للوكاكو، لوكاكو يريد أن يعطيها للوتارو، تفاهموا، هذا ما صنع الفريق. أس ميلان العكس، لماذا؟ لأن بيونتيك وحده ومن يحاول، لا يساعدون، لا يساعدون اللاعب التركي أو ذلك سوسو الذي يحاول أن يفعل لوحده، يريد أن يصنع شيئا لا يوجد في كرة القدم. لما بيونتيك كان نجم أس ميلان البارحة لوحده، وهدد مرمى إنتر وصنع لوحده فقط، ومن يلعب في الأمام. عكس إنتر ميلان كلهم يريدون أن يعطوا لوكاكو، ولوكاكو يريد يعطي لوتارو، ولوتارو يريد يعطي لوكاكو، تفاهموا. أصبحت الإنتر تلعب بتفاهم كل اللاعبين، وذلك أسامو الذي يلعب في الدفاع. ما هذا أسامو؟ ما هذا؟ البارحة نفاذ تجري في الملعب، تراه في الدفاع، تراه في الوسط، في الهجوم، يمرر، يعطيه. والمباراة كانت ممتعة، وكانت انظروا إلى الغرابة، إس ميلان هي من كانت تخطف الأول، ولكن تلك التسديدة من بوليسيتش ضربت في اللاعب ودخلت بتلك الطريقة لتفتح الإطارة وتزيد المباراة متعة أكثر من المدة التي كانت فيها. ويا أخي يا أخي، عندما يكون عندك مهاجم بحجم لوكاكو حتى وإن لم يظهر لك في الدقائق ويحاول ويضيع، كن على يقين أنه عندما ستأتي الفرصة سيشتت الشباك، سيفرع الشباك، وهذا ما حدث. تلك التمريرة الساحرية يا أخي، وكيف نط وكيف ضرب وارتقاء عالي، وكونتي يفعل يعني راهن على لوكاكو، ولوكاكو كفأة، ولكن كونتي بدأ من هذه المباراة يضع لمساته الروح، هذا ما نعرفه لكونتي، الروح والقتالية والدفاع. ورأيت أنجودين كيف يقطع الماء والكهرباء على أي مهاجم، حتى وبيانتيك ومن تخطى جودين، ولكن يد واحدة دائما أقولها لا تصفق. إس ميلان فريق ممتع رائع، ولكن ينقصهم تفاهم، وينقصهم أن يلعبوا مع بيونتيك، لا أن يريدوا أن يلعبوا لوحدهم ويعطوا لبيونتيك كرة وينتظروا أن يفعل المستحيل، لا، يلعبوا معه مهاجم ذو كفاءة رائعة. بيونتيك يستحق فريقا أقوى، ولكن إس ميلان لم تعرف كيف تتعامل معه. المتعة للمتعة البارحة عنوان هو الانتر وإس ميلان، حتى وإن كان مانشستر قد فازت بثمانية، ولكن المتعة أكثر في هذا الديربي الذي ترى فيه الحماس والجمهور وحرارة المدربين وحرارة اللاعبين والتدخلات العنيفة، وأي لاعب لا يريد أن يخسر وأي فريق لا يريد أن يخسر. المتعة يا أخي، تمتعنا، وشكرا لكم يا إيطاليا ويا جماهير الانتر ميلان والإس ميلان على هذه المباراة. و الانتر تنفرد بالصدارة وتبتعد مجددا عن اليوفي رغم فوزها الصعب البارحة، وهذا دوري مشتعل بين الانتر هذا الموسم واليوفي والنابولي، الكل يريد الدوري هذا الموسم، سنرى من سيسرقه. السلام عليكم اخوتي.